إنهم وراءنا. يا لسرعتهم، هيا أسرع أكثر. يجب أن أشد هذا الحزام جيدا. انتظروني، أنا قادم. ما السر في سرعتكم هذه؟ هذه الكرة التي معك هي كرة دراغون بول؟ سيسعد السيد فريزر كثيرا بهذا الأمر، فالكرات السبع مجتمعة كلها في هذا المكان. لقد كان بجيتا محقا، قد لا نستطيع الصمود في وجههم، إنهم أقوياء. جولدا، أنت مقاتل نتن. اسمع، أمامك خياران، إما أن تسلمنا الكرات بهدوء وإما أن نتخذ إجراء آخر لا يعجبك. لن تجدوها. هل تأخرت؟ صحيح أنك أردت أن ترميها إلى مكان بعيد، ولكن ليس هناك من ينافس بوتا في سرعته. هوشي، سمعت عن إشاعة كانت تتردد أن جولدا هذا أسرع من طرفة العين. حان وقت التسلية يا بيجيتا. يجب أن نستعد لمواجهتهم يا بيجيتا. إذا فهمتما أن لا مجال للهرب. أنا سأواجه بيجيتا. بيني وبينه حساب قديم ويجب أن نصفيه. صحيح. حسنا الفائز سيتسلى ببيجيتا. حجر ورقة مقص. هكذا سيزداد فريقنا قربا من السيد فريزر. يبدو أنه اجتماع لوضع الخطة. هل صحيح أن ذلك الأحمق جوجو ليس على هذا الكوكب معنا؟ هذا صحيح. لا أدري لما أتينا إلى هنا، فنحن لم نتمكن من جمع كرات دراغون بول. سنطبق ما تدربنا عليه في المركبة. حاضر يا هوشي. والآن الطاقة القصوى. هل يمكن أن يصل في ثانية واحدة؟ كان عملا جيدا، فالقوة التدميرية العالية تحتاج إلى انتباه كبير. أجل، أين اختفى؟ الآن. لا، إنهما قريبان جدا. القوة القصوى. اسمع يا جولدا، إن لم تقضي على هذين القزمين الآن فلن أقبل أن تظل معنا في فريق المهمات. سأريهما ما يفاجئهما. الذي حل بالنشاط الذي كان يميزكما. سأبقيكما هكذا. مهما فعلتما فلن تستطيعا الإفلات من الوضعية التي وضعتكما بها. لا يا هوشي، أشعر أن قواي تنهار. لقد نجوت. لا وقت للكلام الآن، كونا حذرين، لن تنجوا في المرة القادمة. إيكا، علينا أن نعتمد على حركات جديدة تناسب الواقع. اتركا لي بيجيتا. حسنا يا جيسي، لنقترع عليهما. هيا، حجر ورقة مقص.
حجر ورقة من قد بدأ القتال الحقيقي من هذه اللحظة. لا مانع لدي من أن تتعاون. هاي إيكا، لا تقتلهما يا صديقي، دعهما كي نتسلى بهما قليلا. ماذا؟ اسمع، الآن سأضع حدا لهذا النزال. هيا يا بيجيتا، استعد للنزال. بيجيتا، سترى ما سأفعل بك. قل لي، ألا تزال بخير؟ لعناده كان يفضله فريزر. أجل، أنت على حق، ولكن ليس بعد هذا اليوم. جوهان، ماذا؟ إذا هزم بيجيتا الآن فإن نهايتنا ستكون بعده يا صديقي. هيا استعد لنهجم، يجب أن ننقذه. سأريك. لقد قمتما بما لا فائدة منه. إن كنتما قادرين على إنقاذي فلما لا تهاجماه؟ لا أصدق ما رأيته، لقد مسح ذلك الجبل عن سطح الأرض تماما. بما أن أسناني لديها مزية النمو الذاتي فلا بأس بما فعلت، ولكنك ستندم على فعلتك. لن أسامحك. جهزا نفسيكما أيها الصغيران. أن أتألم من ركلته لهذه الدرجة بعد أن ارتفعت طاقتي عند السيد جورو. أنا أتألم كثيرا. يا مابل، لن أسامحك أبدا على ما فعلته بصديقي. حسناً، خذ هذه. خذ هذه. لن أستسلم، سوف أهزمك. لدي الكثير وسوف أهزمك أيها الضخم الشرير. انتهى ذلك الولد، لم تعد لديه أي درجة من الطاقة. ظننت أنه سيكون قويا مثل أبيه. ضعفاء. ما هذا؟ تبدو مركبة فضائية. وأخيرا ها قد وصل جوجو. ترى أين هم؟ جوهان وهوشي وبالما، هناك أشخاص أقوياء قريبون من هنا. يا إلهي، سأريكم الآن شدة قوتي وقد زادت أكثر من 100 ضعف.
إذن وصلت أخيرا يا كاكاروت. جوجو أنا آسف لتأخري يا هوشي. حبة مغذية. جوهان، أنا والدك يا جوهان، هيا تناولها، تأثيرها سريع وسوف تتحسن. استيقظت أبي، هل هذا أنت؟ أخيرا رأيتك. يبدو أنكما تألمتما كثيرا. لا شك في أنك تعرف مقدار قوتهم. ترى لماذا هاجموا بجيتا في رأيك؟ أليس بجيتا منهم؟ يبدو أنهم كانوا يتنافسون في السابق. حسنا، توضحت الصورة الآن. بقيت لدي حبة مغذية واحدة. بجيتا! سأضع نهاية للنزال الذي بدأناه معا على الأرض. هل قلت إنك ستنهي أمرنا وحدك؟ سأقضي عليك وعلى أصدقائك. إنه أضعف من الصرصور، قوته لا تتعدى 5000. ها؟ 5000 درجة لا غير؟ مستحيل، هل فعل ذلك؟ هل أنت متهور أو فقدت عقلك؟ أسمعتما الطرفة التي قالها قبل قليل؟ أليست مضحكة؟ لا أصدق، مستحيل أن يحدث هذا مع جوجو الغبي. لا يظهر البطل المدهش من شعب السيانز إلا مرة كل 1000 عام. ماذا؟ هذا مستحيل، كيف وصلت إلى هنا؟ استعد للقاء حتفك ومصرعك الآن. والآن الطاقة القصوى، لهيب الموت. أنا آسف. فسر لي ذلك يا بوتا، الهجمة كانت عادية. لا، ألم تلحظ أن إيكا لم يعد يتحرك؟ إنها ضربة موجهة إلى مركز الطاقة، فهذه القوة تتجاوز قوة شعب السينز. ماذا تنويان أن تفعلاه؟ هل تريدان القضاء علي؟ لم تكن هزيمته إلا مصادفة، والدليل قوته لم تتغير على مؤشر القوى الذي لدي. جيسي! بوتا! هيا! كاني! ستدفع الثمن! ما الذي يحدث معنا؟ لا يدل المؤشر إلا على قوة لا تتجاوز 5000. والآن جاء الوقت المناسب للرد على طريقتك في الاستهزاء بنا وبقوتنا. حقت المدمرة. جيسي، ما بك يا بوتا؟ ما وراءك؟ اسمعني الآن جيدا، عليك أن تهاجمه بكرة الطاقة. الآن! عليك أن تحذر يا بوتا! سأريك! إنه خلفك يا بوتا! ماذا؟ أشعر بأنني أواجه شبحاً لا مقاتلاً! لا يمكنك النصر بالسرعة! السرعة للهرب فقط. أجننت؟ أنا جننت أم أنت يا بوتا؟ احمل صديقيك فهما لم يموتا حتى هذه اللحظة، خذهما وغادر قبل أن أقضي عليكم. لا تأخذك بهما الرأفة، عليك أن تقضي عليهما بسرعة. حسنا، يجب أن أقوم بعمل ما، لن أقف مكتوف اليدين.
بيجيتا. لماذا تركت صديقهم يهرب من يديك؟ لماذا لم تقضي عليه وأنا أعرف بأنك تستطيع؟ لكن إن بقيت هكذا فلن تصمد أمام فريزر. لكن ما أدراك أنني لن أستطيع الصمود أمام فريزر؟ ها؟ لأنني أعلم. لكن على كل حال صار لدينا من نعتمد عليه. فقد رأيت قوة جوجو قبل قليل يا بيجي. لا شك في أنكم تعلمون أن الكرات السبع تجمعت عند فريزر وبات مقاتلا قويا. ولكن أظنه لم يستفد من طاقات الكرات بعد. ها؟ كيف عرفت؟ هيا تكلم. اسمع، لو استفاد فريزر من طاقة كرات دراغون بول لتحول الجو إلى ظلام، ولكن كما ترى لم يتغير في الجو شيء. يجب أن أحصل عليها وبسرعة. ستقضي عليه يا جوجو، فأنت أقوى منه صحيح؟ لا يمكنني الحكم على قوته. لم تتجاوز 5000. لا شك في أنه كان يرفع طاقته في ثانية واحدة إلى الدرجة المناسبة التي يحتاج إليها. يبدو أن مقاتلة هذا الفتى سوف تكون ممتعة جدا. لما كنت أتخيل أنني سأستعمل طاقتي كاملة يوما من الأيام. اذهبا للبحث عن كرات دراغون بول باستعمال جهاز البحث. سأترك لك مواجهة ذلك الأحمق يا بيجيتا. لا شك في أنك شفيت تماما وتستطيع مواجهته الآن. سنكون في انتظارك. لقد هرب. وداعا يا كاكاروت. يجب علي أن أتصرف بسرعة. وأنت يا حشرة، إلى متى ستخفي طاقتك الحقيقية؟ ألم يحن الوقت لإظهارها؟ ولكن إياك وأن تستخف بي، فقد انتظرت مثل هذا النزال طويلا. الطاقة القصوى. وغشرة آلاف، هذا لا يصدق. لا أصدق هذا. 120,000، 130,000. لا أصدق ما أرى. هل هذه القوة حقا هي قوته الحقيقية؟ سأخبركما شيئا آخر. قوتي الكاملة لم أظهرها بعد، وهي أعلى من هذه القوة بكثير. ماذا تقول؟ لذلك غادرا هذا الكوكب. وتريد أن نغادر هذا الكوكب بسرعة، ولكن الساينز لا يدعون أحدا. لن تحقق الشيء الذي تحلم به. ما الذي يضحكك يا هذا؟ أضحك لأنني أرى أمامي مقاتلا بمثل قوتك. جيسي. نعم. لما فعلت هذا؟ تبادل. هيا. مستحيل، لا أصدق عيني. تفضل أيها القائد، هيا بنا لنعود إلى مقر القيادة. خدعته وأخذت شكله القوي. يا إلهي، لن أستطيع متابعة الطيران بهذا الجسد الجريح والمصاب. حان الوقت أخيرا. هيا اخرج يا تنين الكرات، هيا بسرعة حقق لنا أمنياتنا.
أصدق. لم يحدث شيء. لم يحدث شيء. هذا غريب جدا. هوشي انتبه، هناك من يتجه نحونا. لنترك كل شيء ونختبئ بسرعة يا جوهان. هيا بنا. جوجو اهلا بك. اذا انت من اخرج الكرات من الحفرة. جوجو يبدو لي صوتك مختلفا، ما الذي حدث له؟ هوشي انتبه. جيد، ما الذي تقوله يا جوهان؟ انا لا افهم قصدك، ثم كيف عرفت انه ليس هو؟ انه شعور غريب. معك حق في هذا الامر، لقد بدلت شكل أبيك بشكلي المصاب يا صغير. قائد فريق المهمات الخاصة، البطل الذي لا يهاب من الصعاب. أنا المقاتل جينيا بطل الأبطال. إن كنت لم أعتدي التحرك جيدا بهذا الجسد، فمن المؤكد أنه لم يعتد على التحرك بجسدي أيضا. أيها المجرم. هوشي، جوهان، اسمع، أنا جوجو. هذا أنت يا أبي؟ أنت لست جميلا. ما ألذ هذا الطعام. أنت الآن تستعمل طاقة شكلي، ولكنك لن تستطيع استثمار طاقتك ولا طاقة الشكل الذي أخذته. إنها 23,000 درجة. ماذا؟ يجب أن تصل قوتي إلى حدود 180,000 درجة. جوهان، هوشي، هيا هجما واقضيا عليه. هيا يا جوهان. جوهان، جوهان، لنهجم عليه. حسناً، هيا بنا لنهجم. سأريكما من أنا. سأريك أيها الصعلوك. لا تظهر على المؤشر أي طاقة لهذا الجرد الذي أمامي. لا تستطيع المواجهة ما لم يكن معك ذلك المؤشر. هل نسيت أن رجال المهمات الخاصة يشكلون أفضل مجموعة مقاتلة في المجرة؟ كان عليك ألا تكون بهذه القسوة يا بيجيتا. استعد للنهاية. هذا رائع، أستطيع الآن استعادة شكلي. ماذا تفعل؟ ما الذي حدث؟ لما فعل كاكارو ذلك بنفسه؟ هذا لا يصدق. ما الذي يحدث الآن؟ لقد عاد إلي أبي مجددا. إذن فقد عاد جينيا إلى شكله الأساسي. لقد حان الوقت وسأخذ شكلك. لا ينبغي أن يحدث هذا. لقد نجحت أخيرا. هل أنت بخير جوجو؟ لا أعرف كيف حدث ذلك، لكنها نهايتك. من السهل علي الآن أن أقضي عليكم جميعا وأنتم على هذه الحال. معك حق هذه المرة، ولكن ليس من أجل عيونكم، بل لأنكم سوف تكونون مفيدين لي في مواجهة فريزر. ماذا تريد أن تفعل يا بيجيتا؟ سأعالجه.